مبروك يا صابرين. أنا آسف لأن شغلك مش في القاهرة، لكنه برضو في بلد قريبة من القاهرة تقدر تسافر كل يوم. على العموم يا فندم، أنا لما اتخرجت من كلية الزراعة ما تخيلتش أبداً إن شغلي ممكن يكون في مصر. أنا شغلي في الأرض اللي محتاجالي ومحتاجة لشهادتي كمان. أنا سعيد جداً بسمع منك الكلام ده. وأنا سعيدة أكثر، سعيدة بعملي الجديد مادام في تخصصي وفي أي بلد. مبروك عليك عملك الجديد، مع السلامة. الله يسلمك، شكرا قوي يا فندم. ملل غريب، مساكين اللي بيهربوا من الزحمة والحياة علشان الانسجام وسط الخضرة. والأغرب إن الناس اللي طلعت من وسط الأرض دي حست إن خلاص حياتها مرتبطة بيها. بس الأغرب إن حياتي تفضل زي الناس دول، شجرة ارتبطت بالأرض وممكن تموت لو خلعوها منها. أقصد ممكن أموت أو أتخنق لو كان مصيري زي مصير الناس دول. يا أستاذ حمدي، يا أستاذ حمدي. أيوة، في إيه؟ مكنة المية عدت وأنا بدور عليك من الصبح عشان تصلح. طب وأنا مالي؟ وحد في قالك إن أنا بعرف أصلح مكن ولا مهندس ميكانيكي؟ إيه دي؟ حد قالك إنك ميكانيكي؟ يا بتروي أرض مين؟ ما هي أرضك؟ طب يلا أمشي من قدامي دلوقتي. صحيح، الحاج ده عشان خلف صحيح يا أولاد. قالوا إيه؟ الولية بتقول لي دخل الواد الكلية. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي احنا ناكل، ولما يجي المحروس ابنك يبقى ياكل على مهله. يا اخويا الحمد لله انه فك عن نفسه وطلع يشوف الارض. هو لا عايز يشوف الارض ولا طايق ريحتها، وده من حظي. حظ المهبب اللي ابني يطلع، مفيش صله بينه وبين ارض ابوه. كل الاولاد المتعلمين كده يا حد اصلهم واخدين على عيشة مصر. شوف يا حجة، ما تدافعيش عليه. اللي ملوش خير في ارضه ملوش خير في اهله. كلي. السلام عليكم. ابن حلال، جيت في وقتك، احنا لسه كنا بنسمى اهو. تعال اقعد. تعال. ماليش نفس يا حجة. مالكش نفس؟ ده رز المعمر اللي انت طالبه، عملته لك في الفرن مخصوص. اصلي كلت لقمتين مع الفلاحين في الغيط. سيبيه براحته يا حجة. اسيبه ازاي بس؟ اسيبه على لحم بطنه. روحي انت رايحه فين؟ اقعدي. مش هيجيني نفس اكل، هو احنا عندنا غيره. يا ولي يا ولي، بلاش دلع، كفايه دلع كبير هو اللي خسره. خلاص بقى راجل اتخرج، خد شهادته ومعرفش ازاي ادوها. يا رب اكون عند حسن ظن حضرتك واثبت لك ان مفيش فرق كبير بين حكايه مهندس ومهندسه. ما اقصدش يا باشمهندسه، اصل في الحالات اللي زي دي لما بيبعتولي مهندسه بضطر اخليها تشتغل معانا في المركز. قصدك نقعد على مكتب ونمضي على ورق؟ بالظبط كده. يبقى انا عملت ايه؟ ما كنت قعدت في مصر ومضيت على ورق احسن. يبقى ما غلطناش اننا هنسلمك الشغل في البلد دي. بالعكس، هو ده الصح وهو ده اللي انا عايزاه. اخي فتوح، اكتب لك بعد ان عشت الملل طوال اقامتي هنا، حتى شعرت في النهايه ان هناك مسافات بعيده تبعدني عن حياتي في القاهره، بل اشتاق الى الزحام المجنون وصخب ليالي القاهره، الى حياتها بما فيها من قلق وإحساس، حتى بما تسميه أنت بالفوضى. أحبه وأشتاق إليه. افتح يا سفتوح، بطل حركات، أنا شايف النور من برا. اسمع يا سفتوح، إما كنتش هتفتح وتدفع الإيجار المتأخر عليك والإيجار بتاع الكهرباء، الافند بتاع البلدية معايا اهو هيقطع النور عنك. ها؟ بتقول ايه؟ ما ترجعش تتحايل عليا وتقول لي روح ادفع في الكابينة.
انا مش فاضي، ورايا ناس تاني لازم اقطع عليهم النور. في دي عندك حق يا بلدينا. على كل حال احنا عملنا اللي علينا. لما يجيت عليك النور وتبات في الضلمة تعرف ان الله حق. بس اسمع، لما تبقى تروح الكابينة بتاع النور وتدفع الفلوس بتاع الكهرباء ما تنساش الشهرية بتاعي. ها، نتوكل على الله ونخليها ضلمة. الله يضلمها عليك يا اللي نورتها، عشان سحندي ده عشان ينبسط وما يزعلش بقى لما ما اقراش جواب. كمان زهقت من الراحة والهدوء. مش عاجبك العز اللي انت فيه؟ ياه، البشمهندسة لسه بتشتغل في أبحاثها لغاية دلوقتي؟ وإحنا يا فندم ورانا إيه غير شغلنا وبس؟ طيب أنا راجع المركز، أي خدمة؟ لا متشكرة قوي. على فكرة، في تليفون مباشر من هنا لمدير الزراعة في المركز، وكلنا في خدمتك في أي وقت. متشكرة قوي يا فندم على الروح الطيبة دي. سلام عليكم. مع السلامة. عايزين تشيل اللي واخده معاك ده يا باشمهندس. عايزين نحلله في المعمل. ليه لا سمح الله؟ علشان الارض تجيب محصول. ما بتجيب محصول ايه والحمد لله. لا مش كفايه. ما هو في واحده ست جت قبل كده بيقولوا عليها الباشمهندسه، جت خارطين برضه. المهندسه صابرين، برافو والله. يبقى عرفت تاخد طريقها كويس. وانا اللي كنت فاكرها عماله زايده وجايه عشان تقعد على مكتب. الله يعوض عليك في خلفتك يا دهشان. صحيح يا اولاد، خلفت ولقيت يا حشه وسط بين الخلايق يا دهشان. يابا انا مش عارف انت عايز من ايه بالظبط. عايز ايه يعني ايه؟ وهو انا لما اكلمك عن الارض ابقى عايز منك ايه يا حمدي؟ يابا انا خريج كليه اداب قسم فلسفه، ارضك عايزه واحد يراعيها. وانا ما علمتكش ودخلتك الكليه وصرفت عليك دم قلبي عشان في الاخر تبقى ارض دهشان ابو اسماعيل اللي هي احسن ارض في مركز محمد شرقيه، تبقى بور وتعشش فيها الديابه. وانا هزرعها بالفلسفه يابا. ارضك عايزه خريج زراعه يابا. ايه معناته يا واد الكلام الفارغ ده؟ ارضك عايزه مهندس زراعي بالعربي، واحد بيفهم في الزراعه. ليه؟ وهو انا ولا جدك كنا اتعلمنا الزراعه لما عملنا لك وسيط مرتع فيه؟ انا علمتك عشان الزمن اتغير وكل الناس بتعلم ولاده. انما بقى ما كانش يخطر في بالي ان الشهادات بتنسي الناس اصلها. يابا انا مش هعرف اعيش الا في مصر، والبركه فيك انت. الارض مش هتديلك يا حمدي طول ما انت هتبقى بعيد عني. تديني ما تدينيش، انا مش هضيع عمري هنا. وانت عايز ايه دلوقتي؟ عايز مصاريف لغايه لما يوصلني جواب القوى العامله. طب خلي بقى القوى العامله تنفعك. يعني ايه يابا؟ مفيش فلوس؟ اما بجاحه والله العظيم يا ولاد، وكمان لك عايز تطلب مني فيه فلوس؟ قول من قدامي. ايه خبر ايه؟ مالك يا حاج؟ حسكوا جايب لاخر الدنيا. ابكي عليه ويقولي ده كان جادع شملولي. شوف يا حنيه، شوفي ابنك عايز يسيب ارض ابوه مش عاجباه علشان يسوع في مصر. يابا مش معنى ندور على وظيفه تبقى اسمها صياع. بقول لك غرب قدامي احسن ثلاثه. ليه يا حاج؟ ليه
ليه بس ده كله؟ ليه يا اخوي؟ هو احنا حياتنا غيره؟ ما علشان ما حياتناش غيره قلت يقع في الارض يا هنيه، دي ارض تطلع ذهب بس للي يراعيه. ما تبص حوالينا كده، شوفي كده كم واحد اتخرجوا في كلياتهم وعملوا مشاريع في اراضيهم، انما ايه؟ البلد كلها ما كانتش تحلم بيه، انما بقى الاستاذ سيبه المحترم عايز يسيب ارض ابوه ويروح يعيش في مصر. سيبه يا حاج، سيبه يروح وبعدين هيزهق ويرجع هنا تاني. بقول لك اربط قدامي. حمدي وحياتي عندك يا ابني، ما تسافرش وابوك قلبه غضبان عليك. اسمع يا ولد، خد القرشين دول معاك، انا عارفه ان مصر مصاريفها كتير. خد يا حبيبي خد. اشوف وشك بخير يا عم. اشوف وشك بخير يا عم. حمدي ماشي يا حاج، الولد قدامه سفر طويل مش عايزاه يسافر وانت شايل مني. مش محتاج حاجه من مصر يابا. ما تشوف يا حاج، مش عايز توصيه على حاجه، كنت عايز تسافر عشان تشتري ترس المكن، اهو حمدي يحل محلك هناك. السلام عليكم. خبر ايه يا حاج؟ وحصل ايه عشان تعمل في نفسك كل دي؟ هو احنا بديك الساعه ابا يبقى عندنا ابن مال وهدومه بالشكل ده؟ خليه يسافر يفك زهق بدل ما انتوا واقفين قصاد بعض كده. اديتيله كام يا حاج؟ انا يا دي العيبه. لكن انا بقى متاكد انك انت اديتيله كفايه دلع. الفلوس اللي انت بتديها له من ورايا هي اللي عملت فيه كده. اسمع يا ابني، اذا قعدت في مصر وسبت الارض لن تبني ولا اعرفك. السلام عليكم. حاج دهشان يظهر انا جيت في وقت غير مناسب. حضرت الباشمهندسه؟ لا مؤاخذه، اتفضلي الشاي يا حاجه. حاضر اتفضلي. شكرا. لا حول ولا قوه الا بالله. مالك يا حاج؟ ابدا يا باشمهندسه مفيش. لا بس مش ممكن تكون انت الحاج دهشان اللي جالي المكتب كذا مره والابتسامه ماليه وشه. ربنا يجازي بقى اللي منكد علي عيشتي. هو مين ده يا حاج؟ ابني يا حضره الباشمهندسه، ابني اللي المفروض يقف جنبي ويراعيني وياخد بايدي ويكون عكازي اللي اتعكز عليه لما اكبر وعجز، النهارده يخلى بي وانا في السن دي. معلش يا حاج، مصيره يعقل وبرضه الضفر ما يطلعش من اللحم. المهم بقى انا جايبه لك اخبار كويسه قوي عن ارضك اللي انت بتحبها. خير يا باشمهندسه؟ انا هرشح ارضك تدخل ضمن المزارع النموذجيه اللي بتتولاها المديريه علشان تضاعف الانتاج وشوفوا المحاصيل اللي فيها. ها عندك مانع؟ الا عندي مانع طبعا، موافق. ايه لا حول الله، لا اله الا شايفه انت بتقول ايه يا بنتي؟ والباشمهندس ابني بيقول ايه؟ بيقول ان مش عاجباه البلد ولا الارض ولا الفلاحين، قال ايه؟ عايز يروح يشتغل في مصر. يا اخي يا مصر الاقصى ده بقت زي علبه السردين. اهلا اهلا، سعاده البيت. بصراحه انت متاخر عليكم 3 شهور. ايوه، وصاحب البيت ناوي يرفع عليكم قضية. قضية ايه كفالة الشر؟ امال المهندس فتوح ابو النجا فين؟ فتوح ده ايدك منه والارض دي، بيخش في السر ويطلع في السر. ايوه، وصاحب البيت ما يعرفش غيرك انت. صاحب البيت ولا انت؟ في دي عندك حق يا سعادة البيت، انت عارف ان المعيشة بقت غالية والقعاد في القهوة اليومين دول بيلزم خدمة 10%، ده غير البكشيشات. يعني كام واحد زي المهندس فتوح دي يبقى كل سنة وانت طيب. وعلى كل حال يا سعادة البيه انت جدع معايا. وما دام عارف ان انا جدع معاك وبديك بقشيش،
سبتنا اشيل الشنطه لحد ظهر ما اتكسر ليه؟ با في دي عندك حق يا سعاده البيه، ليك علي اشيل الشنطه لغايه جوه. تدخل الشنطه؟ كتر خيرك يا عم ادريس. على كل حال انما الاعمال بالنيات. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مش معقول، ده انت جيت في عز وقتك. انت بتعمل ايه؟ شايف الاكل المجفف ده؟ خلاص جفف لي معدتي. شيل بقى يا راجل، شيل والحقنا بخيرات الريف. خيرات الريف؟ ماله اكل معلبات؟ ما هو خير وبركه. يعني ايه؟ يعني انا جاي متضايق وعامل خناقه مع ابويا رب السما. وخناقتك مع ابوك دي بقى جت فوق دماغي انا. يا راجل يا راجل، ده انا نايم صاحي احلم بيك. حد يصدق ان في مهندس ميكانيكي محترم معاه بكالوريوس هندسه وموظف في شركه قد الدنيا يقول الكلام ده؟ هو يقول الكلام ده المهندس اللي قد الدنيا؟ المهيه هتعمل ايه في بلد زي القاهره؟ وصلات وسكن ولبس. لا ومش كده وبس، وكمان لازم تعمل حساب مستقبلك، تدور لك على شقه تشوف. بس بس بس، انت هتحملني مشاكل القاهره قبل ما استريح؟ مشاكل ايه؟ انت لسه سمعت حاجه؟ ده انا هحكي لك للصبح. بقول لك ايه، انا اللي فيا مكفيني وكفايه عليا مشاكل الريف. الريف ايه ده اللي له مشاكل؟ انت فاكر مشاكلك مع ابوك دي مشاكل؟ المشكله يا حبيبي انك جاي هنا تنتظر جواب القوى العامله وما بعد القوى العامله. متهيألك. خلاص خليك انت كده غرقان في خيالاتك لحد ما تفوق وتهرب من البواب زي حالاتي، وساعتها بقى يا حلو لا انا ولا انت هنلاقي اللي يدفع لنا الايجار. انت متشائم كده ليه؟ ده مش تشائم، ده واقع لازم نعيش فيه. ما دمنا بنفكر نعيش في بلد زحمه زي دي، بلد تعدادها 10 ولا 11 مليون، بلد مرافقها المليون ولا الاثنين، حرام حرام نظلم الدوله ونقول انها مطلوب منها انها تعمل اكتر من كده. خلاص يا عم، روح اقعد انت مع ابويا في البلد وانا هستنى هنا في مصر. وبعدين معاكي بقى يا حجه، هو اللي مبات فيه نصبح فيه؟ بقول لك مصر فيها اللي مكفيه، يعني هي ناقصه من الحج دهشان لما يروح ينتظر هناك جواب القوى العامله؟ دي مسحومه لشوشتي. يعني هي مصر مش هيسحمها الا ابن الحج دهشان؟ يا اخويا ربنا يخليه هو واللي زيه ويسحموها كمان وكمان. ده حتى الكتر عزوي. الايه؟ الكترة عزوه. ايه كترة ايه وعزوه ايه؟ انت اخرى. انا لساكي فاكره يا حجه لما كنا نروح مصر زمان كان شكلها ايه؟ الهدوء والنظافه لا ولا الورد اللي كان مال الشوارع والميادين؟ النهارده ما تلاقيش فيها غير ناس فوق بعضيها، ناس فوق تجريش الدنيا بتشتي ناس، ولا غير في يوم الحج. يعني هو حمدي بس هو اللي هيزحمها الزحمه دي كلها؟ ايه ما هي المصيبة كل واحد بيقول كده، هو أنا اللي هزحمها؟ هو أنا اللي فضلوا يقولوها لما بقت ما تنطقش. حمدي 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 قوم بقى يا جدع انت بقى. الله ايه ده؟ ايه ده؟ تقوم نوم، انت بتشوفش نوم في بلدك ولا ايه؟ قوم، احنا بقينا المغربية. وايه يعني؟ قوم عشان عايز اروح لبنت خالي عشان اشتري لها هدية. قوم. انا حاجي معاك لكن ادفع فلوس في الهديه اللي هتشتريها لبنت خالك؟ لا، البواب خلاص شطب على كل الفلوس اللي معايا. خلاص مادام ترضى ان انا اخش مع صديق عمري وايدي فاضيه. خلاص برضو مش هتاثر عليا بالكلام ده. طب قوم البس بس، قوم قوم البس. انت كل مره في الاول بتقول لا وفي الاخر لا برضو. ايه الحكايه يا فتوح يا ابني؟ ايه الغيبه الطويله دي؟ مش حالي اخر ما كنتش ابن اختي. لو بايدي كنت جات لك كل يوم يا خالي. اهلا وسهلا، اتفضل يا اولاد. اهلا. اعرفك بحمدي دهشان، صاحبي اللي ساكن معايا في الشقه. اهلا يا استاذ حمدي. اهلا بيك يا عم. وطبعا خالي الاستاذ شريف اللي كلمتك كتير عنه. هو انت ليك شغلانه غير الكلام عن الاستاذ شريف؟ دريه بنت خالي خريجه الحقوق. اهلا انسه دريه. اهلا بيك يا استاذ حمدي. مش دورية خلاص ابتدت تتمرن في مكتب محامي مشهور قوي؟ مين عارف يا ابني، يمكن ربنا ينفخ في صورتها وتبقى أشهر محامية في بلدنا. عارف يا خالي،
نعم. عارف ازاي؟ انتوا بتشوفوا بعض من ورانا ولا ايه؟ قصدي يعني عارف انها كانت ناوية تتمرن عند مكتب محامي. وايه رأيك انت؟ مش كده احسن؟ ما انا قلت لها سيبك من حكاية القوة العاملة ديت، ومفيش احسن من العمل الحر، كفاية. انا قلت لها امتى بقى؟ انتوا بتتقابلوا من ورانا ولا ايه؟ هنزلكم. عن اذنكم اروح اعمل شاي. هو حاسس بحاجة يا حمدي؟ لا ابدا، لا حاسس انكم بتخرجوا مع بعض، ولا حاسس انكم بتتقابلوا، ولا حاسس انكم اتفقتوا على اي حاجة. حرام عليك يا اخي اللي انت عملته في البنت ده. على فكرة انت ما تنفعش غير بتاع مكن وبس. اطلع فين يا استاذ شريف؟ يا راجل يا محترم يا ابو البنات. تطلع الفتوح يا سنية. فتوح برضو راجل محترم، مهندس ميكانيكي من وهدومه وقربه. حصل لنا الشرف يا ابو العروسة. طبعا لازم يحصل لك الشرف يا ام العروسة. ما انا عايز اتجوزيها لمين فكرك؟ الوزير؟ ولا تكونيش عايز اتجوزيها الرئيس مجلس ادارة؟ اجوزها الواحد غني، اجوزها الواحد عنده شقة يقدر يصرف عليها ويوريها لابوها ما قدرش يوريهولها. مش كفاية انا؟ انتي الله، ايه بقى؟ اكونش بعد العشرة الطويلة دي ما بقتش عاجبك يا سنية؟ انت؟ ده انت فرستني يا شريف. يا ريت اقدر افرسك وانا اقدر وما فرستكيش يا سنية. افهميني يا سنية، عقلي دي بنتك زي ما هي بنتي. طب يا اخويا فكر في بنتك ودور على مستقبلها، ولا عايزها بكرة لما تبقى محامية قد الدنيا هي اللي تصرف عليه؟ سنية الزامي ادبك وحدودك. لا، مش فتوح ابن اختي اللي يرضى واحدة تصرف عليه. قد انت قلتها بنفسك، ابن اختك. طب لو كان ابن اخويا وفقير زي بتاع اللي بره ده كنت هتتحمس له قوي كده؟ هو فين ابن اخوكي ده يا ست؟ اللي تقدم للبنت ابن اختي. ابن اختي هو اللي تقدم، وابن اختي هو اللي البنت عايزاه. ابن اخوكي ده انا ما شفتش وشه خالص. ثم عايز افهمك حاجه، لولا ثقتي في اخلاق ابن اختي فتوح ما كنتش وافقت عليه ابدا. اخلاق؟ هي الاخلاق بس اللي ما عندوش؟ يا حسره، ده ما حلتوش حاجه ابدا. طب ولو كان واحد تاني وعنده عربية وعنده شقة وعنده اخلاق برضو زي ما انت عايز، مش يبقى احسن من ابن اختك يا سي شريف؟ وهو فين ده يا حسرة؟ ما تقدمش ليه؟ ها؟ اللي بتتكلمي عليه ده يا ست هانم في خيالك انتي، مش في خيال بنتك. قصدك ايه يا شريف؟ قصدي سيب البنت تختار اللي هي عايزاه يا سنية هانم. سيبيها تحدد مستقبلها بنفسيها، بلاش تدخليها في مشاكلنا. هي لا لها دعوه باختي ولا باخوكي، اختارت اللي هي عايزاه. يا اخويا بلا دوشه، دوشت من اختك على ايه بس؟ اللي يسمع كده يقول مفيش على الحجر غير. يوه حرام عليك، حرام عليك، هتموتني. انت عايز تخلص عليا؟ حرام عليكم، هتموتوني ناس عمر. اتفضل الشاي يا استاذ حمدي. أحسن نستأذن دلوقتي يا ذرية وحفوت على خالي بعدين. مش عارفة أقولك إيه بس يا فتوح. ولا أقولك إديني عنوان مكتبك الجديد وأنا هفوت عليك بعدين. تفوت عليها فين يا باش مهندس؟ دي المفروض زي أختك، ترضى لحد يفوت على أختك في شغلها؟ ومدام زي أختي يا سنية هانم، إيه المانع أن أنا أفوت عليها؟ محدش هيقول إنك أخوها. هي سمعة البنات لعبة؟ لعبة إزاي كفالة الشهر؟ إذا كنت ناوي أخطبها، وبعدين أنا خبطت على بابها قبل ما أطلب أقابلها في أي حتة. وبعدين أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، حضرتك عايزة إيه بالظبط؟ عايزة البنت عدلها. وهظن من حق بنتك اللي دخلتيها كلية الحقوق إنها تشارك في اختيار العدل ده. بنتي مش دريانة بالدنيا ومشاكلها، هي دريانة بيا حسرة، وهي عندها كل حاجة، شقة حلوة واللي تعوزه بتاخده. هتقدر توفر لها منين ده كله يا باشمهندس؟ الظاهر إن إحنا جينا في وقت مش مناسب. هفوت عليك بعدين يا خالي. يلا يا حمدي. اي وقت حضرتك هتشرف فيه مش مناسب. مش كده يا هاني، الواضح ان درية عايزة فتوح، وفتوح عايز درية، والباقي كله يتدبر. ارجوك، دي حاجات عائلية، ما يصحش الاغراب يتدخلوا فيها.
عن اذنكم. اظن ما يصحش يحصل ده الفتوح ابن اختي في وجود شخص غريب. وانا هعمل له ايه اذا كان ابن اختك عاوز كده؟ يعني ايه يا سنيه؟ يعني لما تتقلب الدنيا فتوح مش هيتجوز ذريه. لا يا سنيه، من غير الدنيا ما تتقلب ولا حاجه، فتوح هيتجوز ذريه. حرام حرام عليكم، كفايه انتوا ايه؟ خلاص انا بقيت في نظركم اي حاجه بتبيعوا تشتروا فيا من غير حتى ما تاخدوا رايي. مين يرضى بكده؟ اي اب او اي ام ترضى باللي بتعملوه ده؟ المسألة بالنسبة لي لا هي جواز ولا وظيفة ولا شقة، المسألة أنا إيه؟ أنا مين؟ أنا اللي أقول، لكن مش كده أبداً، مش كده أبداً، مش كده أبداً أبداً. الظاهر كلام أبويا صح، هستنى جواب القوة العاملة وأتوظف واروح الشغل الساعه 8 الصبح وارجع الساعه 3 الظهر اتغدى وانام، واقوم من النوم مش عارف اعمل ايه، بالكتير قوي هروح القهوه، ويبقى كل املي في الحياه هستنى العلاوه والدرجه. وما عملتش حساب مستقبلك وما تختار البنت اللي بتحبها وتسمع لك كام كلمه في جنابك زي اللي انا سمعته؟ ايوه حمدي، كل كلمة زي طعنة خنجر بالظبط، بتقطع كل الأمال اللي بنيتها طول حياتك. فاكر أملنا وإحنا بنحضر للشهادة الكبيرة؟ ممكن الوظيفة تضيع كل الأمال دي؟ لا، الشهادة ليها معنى تاني خالص غير كده. مش راجل معاه فلوس وبيكسب فلوس. صعبت عليك يا حمدي، وأكيد طبعاً رسيت لحالي، إنما أنت بقى ما صعبتش علي لأنك أنت اللي اخترت الطريق ده بنفسك. إنما أنا هعمل إيه من غير الوظيفة اللي اخترتها غصب عني؟ الحق ارجع بلدك يا حمدي، أبوك محتاجك هناك، وهناك هتلاقي نفسك. وبقى تعالى كل ما تزهق من الهدوء وتوحشك مشاكل الناس اللي زي حالاتي. غريبة غريبة ان كل واحد فينا بيهرب من قدره، لكن انت اللي اخترت القدر ده بنفسك. لكن انا ماليش حيلة في كل اللي بيجرالي. الحمد لله على السلامة يا حمدي يا ابني. الله يسلمك يا ابا. ايه النور ده؟ اتاري البلد منوري. مش قلت لك يا حاج؟ مش قلت لك انها نزوه شيطان ومصيره راجع؟ وحشاني قوي يا حاج. المهم راجع المره دي على سيمة ايه يا حاج؟ ده طول عمره يروح ويرجع. يا ريته راجع زي ما انا عايز يا حاج، ده اللي بتمناه يا حاج هنيه. زي ما انت عايز يابا، انا من ايدك دي لايدك دي. ايه دي؟ حلو ولا علم ده يا ولاد؟ ربنا يبارك لي فيك يا ابني. اهلا اهلا يا باشمهندس. اهلا يا باشمهندس، طب اعمل الشاي حال. يا اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا يا حبيبي. اهلا وسهلا. حمدي ابني متخرج من كلية الآداب قسم الفلسفة، لسه يا دوب واصل مصر دلوقتي. قال ايه كان عايز يسيبني ويروح يشتغل هنا بذمتك، ده برضه كان يصاح. حد يسيب أرضه برضه يا أستاذ حمدي؟ قولي له يا باشمهندسة قولي له. أنا كنت فاكر الأرض مش عايزاني، أتاريني ما أقدرش أستغنى عنها. كلام جد يا حمدي؟ كلام جد ياب. طب خليكي شاهد عليه يا باشمهندس. خليك انت الاول شاهد يا حاج على اللي بيحصل في ارضك. يحصل في ارضي؟ خير كف الله الشهر. فلاحينك يا حاج مش عايزين يسمعوا الكلام. ايه الكلام ده؟ بيقولوا ما نقدرش نسمع كلام ستات في الزراعه. كلام ستات ايه وكلام فارغ ايه؟ هم مش عارفين انك انت الباشمهندسه المختصه بتاعت الزراعه. عارفين يا حاج. امال قصدهم ايه؟ قصدهم يعني مش مصدقين ان في باش مهندسة بالشكل ده. طب يا اخويا بدل ما انت قاعد تفتي اخطف رجلك لحد هناك وشوف ايه العبارة. طبعا يابا، امال يعني هسيب الباش مهندسة مع ناس مش معدلينها؟ اتفضلي يا فندم اشوف مين اللي بيعترض على كلامك. هما ما اعترضوش على كلامي لانهم ما سمعونيش. والمطلوب انهم يسمعوكي؟ طبعا لازم يسمعوا كلامي لمصلحتهم. خلاص يا فندم،
يبقى لازم يسمعوكي. اذا كان كده يبقى متشكره قوي. عن اذنك يا حاج. اتفضلي يا بنتي، مع السلامه. الله يسلمك. اتفضلي. سليم، انتوا مزعلين باشمهندس صابرين ليه؟ يا اخي دي لما بتقول اي كلمه بتبقى عايزه تفت من هنا ورايح. اي كلمه تقولها الباشمهندسة لازم تتنفس. بنفسها انت. شوف بقى يا حاج دهشان، انت لازم توفي الندر اللي عليك وتذبح العجل وتعمل ليله وتفرح البلد كلها. خايف؟ خايف لان الناس تعرف الليله كانت ليه، وبعدين يبصوا يلاقوا بسلامته ساب البلد تاني. كلام اهدح يا حاج. مين عارف، مش يمكن لما يجيله جواب الوظيفه من هنا يسيبنا ويفلسع من هنا. اصل كنت مش واخد بالك، اصل مصر واسكندريه والبنادر الكبيره دي بتجذب الشباب، والواحد من دول ما يلحق يا ولدها يحط رجله فيه الا ويلاقي نفسه تايه في زحمته. وفين وفين بقى على بال ما يكبروا الشباب دول ويعجلوا يكون الوقت فاتهم وايدهم فاضيه. باين عليك خايف من رجوع حمدي يا حاج. ايوه خايف، عشان خايف لا يطلع ناقبي على شونه، وانا محتاجه، محتاج يوقف جنبي يا حاج. طمن نفسك يا حاج، انت بس اوفي النذر اللي عليك وشوف حمدي لما يرجع هيعمل ايه. ولا يهمك، اصلهم ما يعرفوش انك رجعت وهياخدوا الاوامر منك. هو انا كمان ما يهمنيش، انا لو ادى الامر ان هغير كل الفلاحين انا هغيرهم. انت بتقول ايه؟ تغير مين وتعمل مين؟ على مهلك كده شويه وما تبقاش حمائي. يا بابا، من رأي صابرين ان الميكنه الزراعيه هتوفر مجهود الفلاح وتكتر المحصول. يا سيدي، رأي الباشمهندسة صابرين على عيني وعلى راسي وعلى عينك وراسك انت كمان، انما على عين وراس الفلاحين لا. حسان، حسان، انت لسه يا كويس عشان وصلت. اما امرك غريب يا ابن الحاج دهشان، انا قلت لك انا عارفه السكه كويس قوي. الغريب اعمى ولا يكون بصير، وانت برضو اسمي غريب عن البلد. انا برضو اللي غريبه عن البلد؟ يظهر انت اللي غريب عن البلد، الناس هنا عارفاني كويس قوي وانت مش عارف الناس هنا بتعمل ايه. حسان، 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 انا بعته المحطه يجيب لي علبه سجاير وهيتاخر شويه. انت عايز مني ايه؟ عايز اقولك ان الفلاحين كان عندهم حق لما ما صدقوش انك مهندسه زراعيه وبتتكلمي عن الارض، افتكروكي نجمه سينما جايه تصوري فيلم وتمشي. مالك انت ومال الزراعه؟ ما تخليكي في مصر احسن. انا مالي ومال الزراعه؟ غريبه انك فلاح وتقول الكلام ده. بالعكس يا استاذ، انا مكاني هنا كمهندسه زراعيه هنا في البلد دي مش في مصر وعلى مكتب. انا بحب عملي قوي واتمنى ان انا اعمل كل اللي اتعلمته في الجامعه على ارض جديده محدش زرع فيها حاجه. الفلاحين هنا اتعودوا على اسلوب ثابت قديم، وانا بحاول اغير لهم افكارهم بشتى الطرق. ممكن بقى تستنى حسان لغايه ما اجيب لك السجاير؟ عن اذنك. الدخان، انما ايه باجي ابو نجم الاصلي او السيجاره لف بالعلبه دي ابرك من 10 سجاير مكني. قال مكنه قال الا فندي دول انتوا تجاليع تخلي مخ راجل مننا يشيت. انت جيب بسرعه ليه؟